الدوله تحسن الاوضاع الماديه والمعنويه ديال المنقذين السباحين بمدينه مكناس وبالمدن المغربيه كامله. التعويض التعويض ايجار الدار. السلام عليكم ورحمه الله. بعدا اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله، العواش مبروكه على جميع المغاربه، ان شاء الله يدخل علينا العيد بالصحه والعافيه وطول العمر. بالنسبه لنا حنا جينا دابا للعماله بصفتنا منقذين سباحين ديال مدينه مكناس، دي سنوات وحنا في هذا المجال هذا موسمي، وهذا المجال هذا اللي هو راه جل الناس راه اللي تيجي وتيشوفونا راه تيشوفوا الاتعاب وداك المجهودات اللي كنقوموا بها، لا بالنسبه للانقاذ ولا بالنسبه لهذيك الحراره وداك. لكن الاشكال اللي كنا كنلقاو ومازالين تلقاو هو ان ارباب العمال او هذاك السيد اللي كنخدموا عنده ما كيتعاملش معنا بمعامله حسنه. نعم، اذا فحنا تنطلبوا اول حاجه بالمعامله تكون معامله انسانيه بامتياز. ثاني حاجه هو اننا تنطلبوا يكون واحد الاجر اللي هو معقول، لحقاش كاين تنخدموا بواحد الثمن اللي هو بخس وصراحه ما تي واش 1500 درهم للشهر، هذا بلا غدا بلا والو. اذا هنا كاين ثلاث شهور ولا اربع شهور كاين هنا اشكال. هذه نقطه، وزياده على هذه واننا تلقاو ناس اخرين اللي ما مدوزينش في البومبيه، لحقاش حنا تندوزوا في الوقايه المدنيه، حنا محسوبين على الوقايه المدنيه، هما اللي تيدوزوا لنا كل سنه تيدوزوا لنا الامتحان خاص بالمنقذين السباحين اللي هو كيمر من ثلاث مراحل، وعاد المرحله اللي هي خاصه بالاسعافات الاوليه ديال الطبيب، ومن بعد عاد تمشيو لنابيك تيديروا لنا عاود فورماسيون اخرى عاوتاني، بمعنى هذا المجال راه ماشي سهل، صعب. هذه بنقطه، وكنشوفوا اننا ان مجموعه ديال الناس اللي ما تيدوزوش وكيخدموهم لي زوطيل وتيخدموهم المركبات السياحيه، تيخدموهم بثمن قليل باش يخدموا الناس. حنا اللي غنقدروا نقولوا لهم واحد الثمن زوين بين قوسين كنجيبوا واحد العز لهذا المجال هذا هو اللي كاين. ودابا حنا الاشاده اللي تنطلبوا هو ان شنو تنشوفوا ان بحكم هذا الكوفيد اللي جا لا راه الحمد لله راه دازت علينا واحد الازمه، ودابا من عند الله عز وجل حنا مآمنين به، وحنا باغيين هاد الوقايه هاد الامور الوقائيه والاحترازات اللي دايرها الدوله، فهذا الشيء حنا معاه. وفاش منعت لنا المسابح العموميه حنا متفقين على منع المسابح العموميه، وخاصه مدينه مكناس كتعلم تمتاز بواحد الحراره راه معروفه كتعرف ارتفاع درجه الحراره بمعنى ان من سكتتي لنا المسابح العموميه فالمركبات السياحيه اللي بحالها بحال الفنادق تنتمناو حتى هي خصها تحل. علاش هي ساده؟ حتى هي خصها تحل باش نخدم. هذه نقطه، ونقطه اخرى اساسيه هي اننا دابا من المسابح العموميه ساده حنا كنطالبوا بهاد الناس المسابح ديال الخاصه اللي هي المركبات السياحيه اللي في حد ذاتها هي تعتمد على السياحه داخليه. ودابا حنايا تيعيطوا لنا الناس كيصونيو علينا تيقولوا لنا واش ما غاديش تحلوا البيسين الفلاني شنو باش نجاوبوهم؟ إذ المواطنين راه باغيين حتى هما يتبردوا، باغيين يجيبوا وليداتهم، باغيين يعوموا. الله يجازيك الخير. باش يخدموها. ها هي بمعنى أنهم حتى هما جايين باغيين يجيو حتى هما يعوموا. باقي شهير شهر 8. تحسين الأوضاع ديالكم ويفتحوا المسابح. هي تحسين الأوضاع هذه بدار أولى، تحسين الأوضاع المادية والمعنوية ديال المنقذين السباحين بمدينة مكناس وبالمدن المغربية كاملة. التعويض التعويض إيجار الدار.